اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. جهاز الاوديو ريسيفر او اوديو بلوتوث ريسيفر، الجهاز ده بيوصل الموبايل بكاسيت سيارة الذي لا يدعم البلوتوث، بجاك اوديو من هنا للكاسيت وبيوصل الهاتف بالكاسيت، وتقدر تشغل اي حاجة من الهاتف على كاسيت السيارة. الجهاز ده المفروض البطارية اللي فيه بتكون يعني في حدود من 30 ملي امبير. فلو حبينا نغير البطارية اللي موجودة فيها، وهي بطارية ليثيوم ايون او ليثيوم بوليمر، لو حبينا نغيرها ببطارية اكبر عشان تشتغل معانا في فترة اطول، ايه المعايير اللي يجب مراعاتها عند استبدال البطارية؟ وهل ده هيأثر على دايرة الشحن اللي موجودة في الديفايس ده من خلال المايكرو يو اس بي؟ فهل الدايرة هتتأثر بزيادة سعة البطارية؟ وهل البطارية هتشحن من خلال الدايرة دي ولا لا؟ كل ده هنشوفه ولكن بعد الفاصل، تابعونا. اولا هنفتح الجهاز اللي معانا، غالبا بيكون كليبسات، فتحه سهل جدا. ده الزرار بتاع التشغيل، ده الكفر، وده الجهاز بتاعنا، ودي البطارية، سوكت مايكرو اس بي وسوكت الاوديو، وده زرار التشغيل، وهنا بروسيسور او مايكرو تشيب بينظم عمل البلوتوث وشحن البطارية، وده المايك. طيب شغلنا النهاردة على البطارية، وزي ما حضراتكم شايفين موجب وسالب، ودي البطارية تقريبا يعني في حدود 25 الى 30 ملي امبير. فلو حبينا نزود البطارية على حسب المساحة المتاحة، فالمساحة تقبل بطارية مثلا زي البطارية دي، بطارية زي دي 100 ملي امبير ودي 25 ملي امبير، يعني تقريبا ربع الساعة. فلو وصلنا بطارية زي دي المساحة هتسمح، ولكن هل دائرة الشحن هتتأثر بزيادة سعة البطارية؟ دوائر شحن بطاريات الليثيوم دايما بتكون محددة تيار الشحن بغض النظر عن سعة البطارية، يعني لو زودنا سعة البطارية التيار اللي بيمر البطارية الصغيرة هو التيار اللي بيمر البطارية الكبيرة عند نفس الجهد، يعني لو عند 4 فولت وشحننا البطاريتين هو نفس التيار، وبالتالي ده ما بيأثرش على دايرة الشحن، لأن دايرة الشحن مبرمجة على تيار شحن معين. ولكن كل اللي هيفرق معاك هي مدة التشغيل ومدة الشحن. مدة الشحن هتزيد، ممكن بدل نصف ساعة تبقى ساعة، ومدة التشغيل بدل ما يوم تشغيل ممكن يشتغل معاك يومين أو ثلاثة، لأنك زودت الساعة 4 أضعاف. تعالوا مع بعض نقيس تيار الشحن في الحالتين ونقدر نقرر بعدها هل ده بيأثر على دايرة الشحن ولا لأ. لو وصلنا البطارية الكبيرة وتيار الشحن زاد، إذا ده ممكن يسخن البروسيسور لأن هو اللي بينظم الشحن وممكن يأثر عليه. طبعا ناخد لبالنا ان الاطراف متلمس بعضها على البورد عشان ما نحرقش الديفايس اللي معانا، ونبقى عارفين الموجب والسالب. تعالوا مع بعض نقيس جهد البطاريتين، بقدر الامكان نحاول جهد البطاريتين يكون هو نفس الجهد، لان طبعا تيار الشحن بيتأثر بجهد البطاريه عند بدء الشحن. 3.98 يعني تقريبا 4 فولت. تلاتة تمانية وتمانين يعني تقريبا 3.9. هنحاول نفرغ البطارية الصغيرة، ده إجراء أسرع عشان نخلي الجهود متساوية. كده 3.9، وهنا تقريبا 3.9. طيب هنلحم طرف من اطراف البطارية ونشوف تيار الشحن. دي البطارية الاصلية بتاعت الجهاز، ونوصل سلك من سالب الدايرة سالب البطارية عشان نقدر نقيس بالكلاميتر تيار الشحن. معنا بنسة الامبير
هنوصل الشحن 90 ملي امبير، ده تيار الشحن عند 4 فولت. طيب هنفصل ونجرب البطارية الكبيرة ونشوف هل في فرق في تيار الشحن بين البطارية 25 ملي امبير والبطارية 100 ملي امبير، ولا تيار الشحن ثابت في الحالتين. نوصل موجب البطارية، سالب الدايرة مع سالب البطارية، هنوصل نوصل الشحن زي ما حضراتكم شايفين 90 ملي أمبير. وبالتالي اكتشفنا دلوقتي ان مع اختلاف سعة البطاريات دوائر شحن بطاريات الليثيوم بتكون تيارها منظم وتيار ثابت. كل اللي هيفرق معانا هو مدة شحن البطارية، بيزيد مع زيادة سعة البطارية لأن تيار الشحن ثابت. وبكده نقدر نوصل البطارية دي بأمان ومفيش أي مشكلة في توصيل بطارية أكبر في السعة، ولكن طبعا بشرط ان يكون المكان يسمح بحجم البطارية. اهم حاجة المساحة تسمح بحجم البطارية الجديدة وسعتها. اذا مفيش اي مشكلة، كده هنجمع الدايرة هنعزل أقطاب البطارية ونقفل جهازنا. شغل جهاز، اشتغل بسعة بطارية 4 أضعاف البطارية السابقة. نجرب الشحن، كده البطارية بتشحن. طبعا دي عشان حالة السيرش، ممكن نطفي من هنا. كده طفينا والبطارية في حالة شحن. اتمنى يكون فيديو النهاردة فيديو مفيد. متنسوش كل اللي استفاد يدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.